أختم بكلامي للزوجة، يا بنت الحلال بيتك ده مملكتك، الزوج قدر ما قدرش انت هتسألي عن عيال ورعية وبيت ونفسك، اسعي لاستقرار البيت. يعني لما الواحد بس انك تسعى لاستقراره افهمي زوجك عايز ايه، وطالما عايز حاجة ما هيش معصية وحاجة في مقدرتك طب ما نعملها، طب حاجة ممكن استعين بحد بره يساعد وبتاع وبعدين انا اكمل عليه بالخطوات. يعني البيت ونظافته، خش البيت ده، البيت ده بتاع شباب، بيت ده ما فيهوش واحدة ست، نعرف على طول من داخلة البيت، لكن بيت فيه واحدة ست بيبان، بيت فيه بنت واخت بيبان، فين النظافة، فين الريحة، فين التكات، فين الـ 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 الحاجات الجميلة واللمسات الأنثوية اللي بتبقى موجودة، فين شكل الأكل معمول بطريقة كده تفتح النفس بقى مش عايز ياكل يقعد جنبه كده بس يبص عليه نفسه تتفتح قبل ما ياكل. ولو في حاجة في نفسيتك صرحي زوجك، ناقشيه، لكن تهملي بيتك وولادك علشان هو تقصير أو حاجة هو عملها لا غلط، هو عمل تقصير وعمل امر خاص بالبيت او خاص بيكي انت كشخص، اولادك ملهمش ذنب، نفسيتك، نفسك انت كمان ادمه ملهاش ذنب. ليه؟ لان كلكم راعي وكلكم هتسالوا، كل واحد هيسال عن الرعيه فيما استرعاه الله عليه، عملت ايه؟ طب ما انا نفسيتي تعبان، صلح نفسيتك، ما تعتمديش على ولا تستني حد يصلح لك نفسيتك، حسني علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، انزلي اخرجي، هدي نفسك في وقت كذا، روحي اقعدي في مكان حلو، اطلعي عمره يا ستي وروحي عند الملتزم قولي اللي انت عايزاه كله، طالما انتم مقتدرين وفي استعداد روحي اطلعي عمره وارجعي بنفسيه مختلفه وحطي اهداف وحاجات وعرفيه زي ما هو. انا طلبت منه ان هو يقول حاجتك ويقول احتياجه واضح وصريح وفي خطوات ويعبر عنه بخطوات واضحة، انت كمان قولي، هو هيعرف اذا لا المفروض يفهم، لا ما بيفهموش، هم ما بيشمش هو على ظهر ايده يعرف انت عايزة، قولي عبري عن احتياجك بس بطريقة كويسة وطريقة محترمة وطريقة ما فيهاش لا انتقاص ولا انتقاد ولا الكلام ده، عبري يا بنتي وعبري صح. في الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى ان هو يكرمك ويكرمه وما تمشيش في الطلاق زي ما أنا قلت لك، اعمل معها الحاجات دي وأنا إن شاء الله مستبشرة خير إن هي بإذن الله تستجيب. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.